بدنا نشوف الان هذول اليوزر ريكويرمنتس تحققوا ولا لا. رح نبدا اول شيء بالاوفرشوت. الاوفرشوت واضح مش هيك؟ احنا قلنا اوفرشوت 20%، هاي واضح لو هون عملنا حتى بدون ما نعمل عليه زوم واضح انه اقل من 20%، فالاوفرشوت فيش فيه مشكله من هاي الناحيه. نطلع هلا على الرايز تايم. حتى نعمل الرايز تايم رح اجي اعمل زوم هون على الاكس اكسس عشان اقيسها بدقه، رح اعمل زوم بالمنطقه هاي. هلا بدنا نشوف هذا الزمن قديش اللي هو الرايز تايم. هلا عندي هون من 1 ل 1.6 اكثر من 1.6، وقديش احنا كان عندنا الرايز تايم هناك 0.53، فهذه هون ما حققناها 100%، كان المفروض 0.53 تكون هون تقريبا مش هيك؟ فهذه هون في عندنا فيها مشكله، ممكن من التقريب بسبب البول الثالث 0.53. اطلع على السيتلينج تايم. هلا السيتلينج تايم عندي اي تو ذا ماينس 4 بتساوي 0.988، مضبوط؟ 1 ناقص 0.018 بيساوي 0.988. خلينا نشوف اذا هذا تحقق معي من هون. هلا رح نيجي نطلع هون السيتلينج تايم. هلا السيتلينج تايم احنا المفروض يكون قديش تحقق خلال ثانيتين. رح نعمل زوم هون بالمنطقة هاي. وبدنا نيجي نطلع هلا عند النقطة وين 2 سكند، هي 2 سكند هون. هي 2 سكند وهي النقطة هاي. بدنا نشوف النقطة هاي هل هي 0.98 ولا لا. رح أعمل زوم عند 3. دكتور بس مبين إنه لسه برجع بعمل أوفر شوت شوي خفيف بعدين برجع يعمل. بس إذا كانت هاي النقطة مش رح يرجع يزيد عن هاي النقطة بعدين ولا ممكن يزيد عنها؟ لا. خلينا نتأكد، خلينا نتأكد نشوف. أول شيء خلينا نقيس هاي النقطة. رح أعمل زوم بالواي أكسس عند النقطة هاي. رح نيجي نعمل عند النقطة هاي بالواي أكسس زوم ونقيس قديش القيمة. هلا القيمة اللي هي عند 3 هي هاي القيمة. قديش متحقق عندي؟ 0.998 مش هيك؟ وإشي؟ احنا المفروض تقريبا احنا بتحقق، لانه هو 0.982 مش هيك؟ 0.018 واحد يعني 98.2 تقريبا بتحقق عند النقطة هاي. هلا ما بعرف إذا هاي أصغر منها بكثير. مين اللي حكى النقطة إنه بيرجع؟ هاي كلامك مزبوط بس هاي صغيرة جدا هون. فهو اتس سيتلد مش بقدر اعتبره انه سيتل، بس سيتلينج تايم. هلا بعرفش ليش الرايز تايم ما اجاش معنا بالضبط نفس القيمه، بس تقريبا تحققوا الريكوايرمنتس كلها. ولو فحصنا هلا ستيدي ستيت ايرور، واضح انه ما عندي ستيدي ستيت ايرور. يعني لو جينا طلعنا هون هلا قد ما نعمل زوم على الواي اكسس هون واضح انه فيش عندنا ستيدي ستيت ايرور. اوكي، فحسنا السيتلينج تايم، حسنا الرايز تايم، والتزمنا بالاوفرشوت المطلوب، وما كان عندنا اصلا مشكله ستيدي ستيت ايرور. ماشي، الكل فاهم هذا السؤال؟